كنشوفها انا راسي ما كنشوفوش. يعني كاين الناس اللي نقدر نتفق معاهم، ولكن الديمقراطية أن أرى نفسي في هذا النسب، وعندما كيعبروك كان بحال كنعبر أنا، هذا أولا. ثم ثانيا يجب دائما كاين بديل ديال التنمية هو الاهتمام بالإنسان، ثم الإنسان، ثم الإنسان، هذا هو البديل ديالي أنا، التكوين ديالو ونخرجه من الجهل. شكرا. مالك في افتتاح ديال الدوره البرلمانيه لهذا العام هو نموذج تنموي استمرار داك الشيء ديال البرنامج التكوين الهيكلي، استمرار، لان الاجهاف على القطاعات الاجتماعيه هذا من جهه، من جهه اخرى فاش يعني الملك كيقرر في خطاب رسمي بان النموذج التنموي فشل، اذا هنا ما كيقتضيش اننا عاود نرجعوا نتجمعوا البرلمانيين المجتمع المدني الاحزاب، شكون هو كان السبب في الفشل ديالو باش يتقدم للمحاسبه والمحاكمه، هذه هي اللي كنسميوها نوعا ما العداله الانتقاليه، يتحاسبوا لان كانت عنده تداعيات على مدى 50 سنه، كانت عنده تداعيات على الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المغاربه كاملين في جميع القطاعات، لهذا كان الضروره تقتضي الحل ديال البرلمان اولا وتحيد الحكومه ونعاودوا من بعد ما يتقدم المسؤول ولا المسؤولين للقضاء، ماشي نعاود نرجعوا نرتبوا الامور عاود ناسسوا الفشل جديد. هذا من جهة، من جهة ثانية علاش هذا النموذج التنموي فشل؟ علاش؟ راه ماشي المغاربة اللي فشلوه، المغاربة ضحايا ديال هذا النموذج التنموي التمييزي. علاش فشل؟ لأن عندنا مؤسسات صورية، عندنا مؤسسات برلمان، حكومة، هذا موظفين عند من؟ نقولوها بصريح العبارة، ماشي هذوك ديال العمق. المافيا المخزنية اللي كتدبر وكتسير وكطبق التعليمات العليا ديال الدوائر الامبرياليه بحذافيرها، ومن التداعيات الخطيره ديال هذا الشيء هو الترتيب ديالنا اللي ديما كما قالت الاستاذه 126 130 في جميع المجالات، سواء في التنميه، سواء في الصحه، سواء في التعليم، سواء في وذكرتي اثيوبيا، اثيوبيا عندها الغازوال 0.26، حنا عندنا ب 0.96 دولار، يعني هذه من النتائج، هذا مثال بسيط. إذن الأمر 0.، إذن الأمر يقتضي أننا نعيد النظر في النموذج، كيفاش وشكون اللي غادي يكتبوا، شكون اللي غادي ينزلوا، ماشي هاد النماذج هادو اللي دازو، النماذج البشر اللي كانوا في الحكومات وفي البرلمانات اللي كانت هذه 50 عام. شيء اخر بغيت ندير له الاشاره هو ان هاد الاحتجاجات اللي كاينه دابا، سواء الحراك ديال الريف، سواء الحراك جراده، سواء داكشي الزاكوره، سواء هادشي اللي كيوقع في بزاف ديال المناطق، احتجاجات على مجالس بلديه، على العمالات، على ادارات مديريات، هاد الشيء راه استمرار، وهذه خص يعترفوا بها المغاربه ويقروا بها، هذا استمرار لحركه 20 فبراير اللي هي اللي نزلت السياسه للشارع وفرضات مجموعه ديال الحويجات اللي كلشي راه عارفها، و تعامل معها المخزن بالمنطق ديال الزروطه. لذلك المغاربه عاود داروا اختاروا دابا المقاطعه، انا ما شاريش، ما باغيش ناكل، ما غتضربني لا بزروطه لا تديني الحبس لا والو، ما باغيش نشري، هذا هو علاش الانتشار ديال المقاطعه. وشكرا. مساء النور ورمضان مبارك للجميع. بغيت نقول لك كمان بانه هذه الجلسه هذه غتحس بديك في الحسنات. وما اكثر سيئاتي.
لا لأنه فعلا في الحقيقة ما كاين مقاربات متقاطعة، ولكن أنا كنفضل نسميها بعد ما استمعت للمداخلة ديال الأستاذة أمينة والأستاذ سي عبد الرحمن، كنعتبرها مقاربات متكاملة، هي مقاربة في الحقيقة والدة، وأتمنى من كل قلبي على أن هذا اللقاء ما يكونش يكون غير بداية لنقاش هذا الجمع، بغيتو يكون في جميع مناطق المغرب، وتكون هذه القراءة والتساؤل خصو يتطرح في إما في إطار جمعية أو حزبية أو إلى غير ذلك، ولكن هذا النقاش خصو يمتد لمناطق أخرى، لأن عندما نتساءل وهذا الشيء هذا فقط مشاركة في التفكير ماشي تساؤل ماشي سؤال، على النموذج الاقتصادي أو نموذج تنموي جديد، عندما نقول نموذج تنموي جديد فهذا يفترض على أنه كان هناك نموذج تنموي حالي، وهذا بحد ذاته كطرح واحد المشكل، لأنه ربما هناك نموذج اقتصادي وليس هناك نموذج تنموي. أظن أنه لتصحيح المفاهيم ما عرفه المغرب منذ أن نقول واحد من 98 تقريبا، عرف واحد صياغة نموذج اقتصادي يقوم أساسا على ما يسمى بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة، وهذه المشاريع الاقتصادية المهيكلة لعبت واحد الدور ديالها، يعني كاين أوراس كبرى في مختلف ملاحي المغرب، ماشي المغرب كامل، ولكن استطاعت على أنها تخلق واحد الدورة اقتصادية، واستطاعت على أنها توضع واحد البنية التحتية في مختلف المجالات، ولكن هاد فورمول ايكونوميك، هاد الصيغة الاقتصادية ما خلقاتش تنمية اجتماعية، ولذلك يعني ديفيرونس ما بين لو موديل ايكونوميك اي لو موديل دو كرواسونس، باش كنقولوا النموذج التنموي راه هو لو موديل دو كرواسونس، وهذا النموذج التنموي علاش راه كتب الاستاذ امين ولا الاستاذ علاش ما كاينش، لان مرتبط ما كايناش شي حاجه سميتها التنميه في غياب الديمقراطيه، مستحيل، وفي غياب حقوق الانسان، وليست هناك ديمقراطيه عندما لا نتعامل مع السياسه، يعني ما كايناش عندما نعيش في بلد يتم فيه تبخيص السياسة وتبخيص الإرادة الشعبية وتبخيص الإرادات العامة إلى غير ذلك، ولذلك باش يكون نموذج تنموي تنمية في المفهوم ديال التنمية كاينة الفكرة ديال العدل لا جوستيس ديال لي دروا دو لوم، لأن التنمية ماذا؟ تنمية الإنسان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى غير ذلك، ولذلك أنا كنظن بأن أخطأنا الموعد مع التنمية، راه مكاينش نموذج تنموي، نموذج تنموي هو اللي خصنا نديروه دابا، ولكن على أي أساس؟ شنو هي الشروط؟ شنو هي المداخل ديالو؟ أنا كنظن بأن المداخل ديالو المدخل الأساسي وهو احترام الإرادة الشعبية، هي اللي يجي شي وزير الأول عنده أغلبية برلمانية من حقه أن يشكل حكومته ومن حقه أن يقود الحكومة ومن حقه أن يضع البرنامج الذي يريد ومن حقه أو من حق الناس أن تسانده على البرنامج، ماشي طلعوا جا وزير 2002 كان الوزير الأول الحزب ديالو تبعت سي عبد الرحمن يوسفي جا بعد سي عبد الرحمن علاش؟ ما كان بوستور، ما كانش هدار، هدرنا على المنهجية الديمقراطية إلى غير ذلك، لأن من 2002 حتى 2016 مرورا 2011 لتغيير التعديل الدستوري كان ليجيب على هذا الإشكال ديال المنهجية الديمقراطية، لما جا الأستاذ إلهام كيران وجا بأغلبية 125 مقعد، كنطلب واحد النوع لأن أنا جاي من خارج يعني خاص هذا
هذا يدل على شيء واحد، وهو ان الدوله في مراكز القرار الديكتاتوريه غير مقتنعه بالمنهجيه الديمقراطيه. على هذه اليومين انا شفت بعد يومين كنت مع الاستاذ الاله المكيره، يعني هو لو ان المجالس امانات ولكن ذاك القفشات النكت ديال الاستاذ المكيره قال بانه رئيس الحكومه هذا راه خص الاخوان اللي يشتغلوا في العلوم السياسيه خصهم ينتبهوا للامور، راه الراجل ماشي زعما كيعمل النكت، راه خص قال بانه رئيس الحكومه رئاسه الحكومه هي الفضاء الوحيد داخل الدوله التي رئيس الحكومه هو المنصب الوحيد داخل الدوله الذي يمثل الشعب، ولكن هذا المنصب لا يمثل الا جزء بسيط في منظومه كبيره جدا. وهو قال هذيك النكته ديالو قال بحال شي جول، بحال شي واحد شد الجول 10 ديال الكرات كيدوزو وحده كيشدها وهذوك العشرة كيمشي ربعة كيخليهم يدوزو باش ما زعما خاص. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الديمقراطية في المغرب راه مازال هذا النقاش خصو يستمر، ما حسبناش بهذا النقاش. أضف نقطة واحدة لم تعني في مداخلتي، هي المسألة ما كاينش نموذج تنموي وتكدو الديمقراطية، ولكن ما كاينش نموذج تنموي بدون توازن مجالي. الآن الخطير اللي واقع في المغرب أن الثروة الاقتصادية، الثروة الوطنية، الثروة الوطنية كلها مركزة في واحد لاكس جيوغرافيك ديال كازا هابا قنيطرة، ودابا شوية طنجة وديك مازال، ولكن المغرب راه ماشي هو هذا. حنا مثلا في هذه المدينة هذه نقولوا فاس ماتت، يعني فاس سي اون فيل مورت. الصفرو مثلا اللي كان جابو الصفرو، أنا راه لا راه الإخوان هنا كاملين كنعرفهم تقريبا واحد 80% كلهم أطر وكلهم عندهم تجربة لا في التدبير ديال المجلس البلدي، راه كاين في السبعينات هو في المجلس البلدي وكاين شباب اللي كيعيشوا التجربة زعما أول مرة. لا يخليك هذا كاين نكمل غير النقطة، كاين هذا يعني لا تنقص الكفاءة. ما هي ملي كتشوف بأن عندك المطار على 20 دقيقة وعندك لوطوروت دابا على 10 ديال الدقائق وعندك قريب الطونجينات 3 ديال الساعات وما كاينش معمل واحد، غير كدير مثلا داك المعمل ديال رونو نيسان، جيب غير داك الراويدات البنوات تصنعو في الصفر وغتخدم واحد 3000 واحد، واحد 2000 واحد، واحد يعني ما كايناش. انا قبيله طرحت التساؤل عليكم، شحال الميزانيه ديال هاد البلديه؟ شحال؟ 7 مليار سنتيم، 6 ديال المليار سنتيم، ماذا تعني؟ واش غدير بها؟ غدير بها سميتو برامج تنمويه؟ واش غدير بها مخطط؟ الأستاذة أمينة اللي كتهضر على الخبرة، راه يا خويا المشكل ماشي هو الخبرة، راه كاينة خبرات ولكن راه جوج دريان هادي شنو دير فيهم، فهمتي؟ كاين خاص واحد التوازن مجالي، أن سيغتان ديكيليبر تيريتوريال اللي خاص الدولة تدخل فيه، ما يبقاش داكشي ديال لي زون أونكلافي والمغرب النافع والمغرب غير النافع وكلشي، خاص تعطى خاص هاد المدن الصغرى. والمدن هنا ستدخل في عمق التفكير الاستراتيجي للدولة، واعتذر عن اللقاء. شكرا جزيلا. اعتذرت لك على الصفرو على هذا اللقاء، وفي الحقيقة حنا محتاجين هذا يعني النوع ديال الحوارات اللي على الأقل كتعطيونا فرصة أننا نهضرو أمام شخصية مثل السيد العمراني والسيدة أمينة. ما غنزوقش بزاف في الهضرة، انا سمحوا لي نقول لكم بكل صدق كمواطنه، الا كانوا الاحزاب ما كيحكموش وما عندهمش ما قادرينش يحققوا برامجهم وما قادرين يديروا حتى حاجه ومخزن هو اللي كيدير كل شيء، خرجوا قولوها لنا كشعب، قولوا لنا حنا راه ما كنديروا حتى حاجه وراه ما بيدينا حتى حاجه. سمحوا لي، لا يمكن باش هاد الناس اللي هما اللي حنا ولينا هم امرنا هما الجول اللي كيدخلوا 10 الكواري، خرجوا يقولوا لنا راه 10 الكواري دخلوا، حنا راه ما قديناش عليهم. سمحوا لي
يمكنش نكونوا كنهضروا بزاف د اللغات. الا بغينا نهضروا على التنميه وكيف ما جا في الاخوان، راه الانسان هو الاساس اكيد في كل الدول. الدول الراقيه راه الا بغات تجيب غير طوبيس كتشاور مع السكن. حنايا كيتشاوروا معنا ما كيديوش برينا. حنا ما عندناش، ما كنعملوش بالانسان في بلادنا. وهذا المخزن انا بعدا بغيت نعرفوا شكون هو. حددوا لنا شكون كنخاطبوا، شكون حنا كشعب بغينا نفهموا، بغينا نعرفوا. الاحزاب راه كانت دائما يراد انه يتنسف تاريخيا، ولكن هذه الاحزاب كانت كتقوم بدورها. ماذا جرى الان؟ واش هذه الاحزاب كل شيء كيبغي غير هو يعمر جيبه ويمشي بحالاته؟ يعني للاسف رجع كل شيء كيبغي المنصب، كل شيء شد في الكرسي، كل شيء بغي يوصل هو. ولكن في شعارتنا قولنا راية كمولى وقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اسمحوا لي، حنايا فاش كيصوت عليكم الشعب ولا كيصوت، انا ما كنهضرش على حزب معين، على جميع الاحزاب بدون استثناء. اسمح لي، راه خاصك تمثل اراده الشعب. ولا ما كنتيش قادر تمثل اراده الشعب، خاصك تخرج تقول سمحوا انا ما قادش نمثلكم، سمحوا لي اجي انا نخدم الحكم. شكرا. تمام الشكر لقرب الناس العقلانيين والامنه، والشكر كذلك للاخوان الاخوات الحاضرين الحاضرات. حتى نختلف شويه مع مجموعه من الاخوان اللي سبقوني، وكذلك مع الاخوان اللي قاربوا الموضوع ربما ماشي مقاربات متقاطعه، ولكن بانت اتضحت انها متطابقه. علاش؟ لان نفس المنطلقات عطتنا نفس النتائج. كاملين كنتفقوا بان ما كاينش نموذج تنموي وما كاينش افق واضح وبرنامج تنموي. هنا غنختلف بالعكس، هناك نموذج تنموي في المغرب موجود، موجود واضح في اذهان اصحابي، واضح في اذهان ديال اصحابي، وعنوانه نهب ما يمكن نهبه واهضر ما يمكن اهضاره. وقد اتضح في تعبيرات متعدده في عده تصريحات لمسؤول سياسيين ورؤساء احزاب مجموعه من اللقاءات، غير يجي وجه من الوجوه السياسيه بين قوسين في المغرب ويقول في مهرجان خطابي ويقول بان حنا اللي كنعرفوا المغاربه، وحنا اللي كنعرفوا اشخاص المغاربه، وحنا اللي غادي نديروا داك الشيء اللي باغين المغاربه. وهذا الكلام منتشر وواضح. إذن هاد الناس ما كيلعبوش، هاد الناس راه دايرين النموذج التنموي كيشتغلوا فيه، ولكن الطريقه باش كيشتغلوا فيه واضحه في الاذهان المغاربه، واضحه بالخصوص في الاذهان ديال المناضلين اللي هازين لهم ديال هاد البلاد وكيتكلموا عليه بطلقه، سواء داخل المؤسسات او خارج المؤسسات. وبالمناسبه هاد النموذج الان اللي حنا كنشتغلوا فيه واللي كنجسدوه اليوم واللي تكلم عليه الاخ جواد، على ان فعلا اليوم الحسنه اللي تحسبت السي كمال، نعم حنا الان الشعب الشعب يعني يبوب نموذج تنموي يعني بمعزل عن ارادات معينه. الفكر ديال المقاطعه، الفكر ديال المقاطعه هو فكر راقي عبر بواحد المستوى معين. كيفاش انه اثر فكريا؟ راه ما جاش ما انطلقش من الفراغ، راه عنده اسس فكريه. علاش اعتمد؟ ما جاش غير مبادرات عشوائيه وخرجات، لا بالعكس، لها تاطير فكري ولها منطلقات اللي خلاتها انها تبرز. اذن فاش كنتكلموا على النموذج، الاخوان اغلب الاخوان اللي تكلموا على ان الاخوان المتدخلين ما تكلموناش على بالمنطلقات اللي كيمثلوها ان فعلا كيتكلموا لنا على نموذج تنموي واضح في التصور ديالهم. بالعكس، الشعب الان يبرمج او يبرر نماذج تنمويه يجب ان تبلغ الى مداها، ومثل هذه اللقاءات وهذه الحوارات. احنا كمغاربه الان خصنا نتوضعوا على ان مصلحه البلاد فوق كل اعتبار، مع اختلاف الانتماءات ديالنا او اختلاف المنطلقات ديالنا. ما بقاتش الان الايديولوجيات وسيله للاختلاف او هم للاختلاف. الان كاين المصلحه الوطنيه فوق كل اعتبار، كرامه المواطن فوق كل اعتبار، مصلحه المواطن او رفع التهميش على المواطنين في مختلف المواقع كاكبر هم اللي خصو يكون فعلا عند المغاربه. ما نطولش، دعوه للحوار اكثر، دعوه للتفاهم اكثر، دعوه الى تجسيد كل الوسائل ديال الحوار. حنا في نهايه المطاف حنا مغاربه،
واللي كيضر اي واحد فينا كيضر اي واحد في مختلف المواقع، ماشي الفلان كينتمي لمشروع سياسي معين نحاربه ونواجهه ونولي كنعطي فرصه لهذاك اللي كيستافد على ظهري باش انه يراكم الثروه وانه يتخبى من وراء واحد المجموعه ديال الاطروحات اللي المجتمع الان اصبح يرفضها. ويمكن الى ما خديناش المبادره كمناضلين وكاحزاب سياسيه وكنقابات الحره التي تعبر عن الراي ديالها وحره كذلك في اتخاذ القرارات ديالها، غادي يمكن نمشيو ولا قدر الله، ولكن املنا كبير في المثقفين والمناضلين والاحرار ديال هذا الوطن. وشكرا. شكرا لك التمام وشدة أمنا وكما كتكرا بشخصية كامل. جات مداخلة ديال الأستاذ كمال تمام أمراني فيما يخص النموذج التنموي الخيري والنموذج غير المدمن فيما يخص التشارك. احنا ما نحسوش كشعب فهمتوا غير كلمتين مثلا فين كانت الساعة كيزيدوها كينقصوها باش كيتشاوروا معانا كيزيدوا ساعة كينقصوها فوق ما بغاو ينقصوها فوق ما بغاو حنا ما كاينينش. ما يخص كلام على المداخلة ديالكم على ما يخص الناس العمومية سؤال من يقرر في المغرب؟ نقول حكومة الضيق نقول حكومة الريع رخيصة ولكن لو كنا دولة كنعرفو شكون اللي كيقرر الدول تختار راسها كنعرفو شكون اللي كيقرر وكيتحاسب ولا كانت الحكومة غير مرشوط وديما كنقولوا الحكومة الضيق وعندها حتى بحال الأشباح. إذا كان ممكن تجاوبني على سؤال من يقرر في المغرب؟ فيما يخص المؤسسات اخوان المؤسسات كلها التشكيليه وما كاينش فاصل بين الصورات هذا معروف. دارت تدخل ديال الاخت امينه على ان هناك كتكلم عن الاحزاب بصفه جماعيه كاين استثناء الاحزاب الاداريه والاحزاب الكرتونيه معروفه وكاين احزاب اليسار حتى ما نقولش معارضه لان حتى الاحزاب ديال الكرتون كيقولوا معارضه هذو معارضه ودابا كيكون هذه الحكومه هذيك اللعبه ما كنعرفوها كاملين انني ربما يكونوا عندهم احزاب اليسار باش ما نقولش معارضه لان ديك الاحزاب الاداريه كتدخل احزاب المعارضه. فيما يخص التعليم هاد الاصلاحات اللي كنتي فيما يخص التعليم الا كان هاد 20 عام حسن كنظن على ان التعليم منذ الاستقلال يومنا هذا كما جاء في الكتاب ديال الجابري أضواء على نهج التعليم ودى الجرد ديال التعليم من الحماية حتى الاستقلال بعد الاستقلال وكيخرج دائما النتيجة على أن التعليم هو نخبوي في المغرب. كان المشكل ماشي غير دابا ولكن هذا الكلام هذا ربما المعلول هو كيعطي واحد النقطة واضحة للتعليم المغرب وإصلاحات كتكون من فوق ما كاينش تشارك أيضا الناس اللي خاصهم من الميدان اللي كيخدموا في الميدان كيجي إصلاحات من فوق فقط. غريب الامر غريب الامر هو كان هاد البلاد هادي زعما الله يوفقها لانه واش زعما ربي واحد السياسيين ولا واحد الطبقه السياسيه اللي خصها الرقيه الشرعيه كان مرفوع عليها مقال هكا لان الهم الشعب قال والسياسيين والناس اللي كيديروا التشريع باش كنقولوا برنامج تنموي كنهضروا على واحد التدابير اللي خصها ديرها الدوله اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فاش رجعوا لهذا النموذج التنموي اللي حتى قال الملك راه فشلنا عاد ولات عندكم الشجاعه كامل راه هادشي هذا فشل ودابا عاد كتعيطوا للشعب كتقول له اجيو تحاوروا اجيو نقلبوا على هذا علاش هاد الشعب صوت على هذه الحكومه ولا هاد البرلمانيين اللي ما يديرش هادشي نرجعوا بعدا للفشل ديال هذا النموذج التنموي علاش فشل؟ فشل لانه لقينا راسنا امام السي بن كيران السي سعد الدين العثماني ولاو التلاميذ ديال عفوا صندوق النقد الدولي يعني ولاو كيديروا لهم املاءات واحد المنبطاحات اللي خلاو واخا مشوا البعث ويكلوا واحد 17 مليار اللي خلاونا نوصلوا لواحد المقاطعه ودابا هذا هو الغريب الامر اللي بغى يحققنا هذا ما كاينو بسي من كيران في 2013 كيدير تحرير الاسعار اخلص طلعت الثروه ديالو من حقه واخا كيدير السياسه وهذا هو اللي ظهر تكلم عليه السي بن كيران هو زواج المال بالسياسه كنقويوهم ورجعوا ندافعوا عليهم. شكون اللي حرر الاسعار؟ شكون اللي خلى الناس ديال النفط يوصلوا الغازوال يوصلوا ثلاثة ويولي رغم على ان البرميل كيدير 60 دولار في السوق العالميه كيشريو الناس ب 10 دراهم وشحال هذه غير العهد القريب حكومه عباس الفاسي كان البرميل كيواصل 120 دولار وكان الغازوال كيدير 7 دراهم 6 دراهم ونص كنلقاو على انه ملي كتلقى
كتلقى رئيس حكومه كيخلي اختصاصات وما قدر والو ما يدير في صندوق التنميه القرويه. علاش؟ لانه قال له الاستاذ خلى واحد الكره تدخل. دير ماشي كره، راه العالم القرويه دير ماشي كره، دير كره ارضيه يعني بزاف. كاين كنحكيو على النموذج التنموي باش يمكن ينجح الاستاذ، خصنا نحقق واحد 8% ديال التنميه. حنا ما كنوصلوش حتى 3%. حنا كنلقاو هاد الناس اللي غيديروا لنا البرنامج التنموي ولا اللي غادي يديروا هادشي، كتلقاه كيستافد من التعويض ديال المجالس الدستوريه وديال البرلمان وديال الوظيفه ديالو، وعاد يجي ويهضر ويقول لك لا خاص الشعب خاص الشعب خاص الشعب. لا سمح لنا الله يجازيكم بخير، رافه بهذا الشعب. منين يوصل على انك تقول الاستاذه المقامعه واحد السلوك راقي، طبيعه الحال واحد السلوك راقي، ولكن ملي يشوف هذا الشعب هذا على ان ديك الحكومه اللي صوت عليها كتهددوا السجن، ملي يشوف وزير كيطالب وكيحمي كيحمي شركات اجنبيه وما حاضرش يلاقي حلول، علاش هاد الناس كاينين في الحكومه باش تلقاو حلول وتلقاو بدائل، ماشي ترجعوا تسولوا الشعب، الشعب صوت عليكم باش نتوما اللي تلقاو الحلول وتلقاو البدائل. وقبل ما نختم رجائي للاستاذه لانني لاول مره عاد كنعرف حقوقيه من غير المهام الاخرى، كاين واحد الطلبه الازهر الله يجازيك الواحد الفتاتين غادي يكون عندهم تقديم نهار الاثنين، لا لشيء الا لانهم جاو كيحتجوا على رئيس البلدي في ضيور ايضا الصوت، واش صرنا على راسك حقوقيه على انه يقول؟ لانه الملك ما كيتابع حتى شي واحد في الاساءه ديالو، واش شحال واحد كيسيء الملك وما كيتابعوش، ولكن باش ينوض مجلس بلدي اللي كيتشطر وكيقول عندنا 30 مليار ديال التنميه وهو غادي يدعي جوج ديال البنات، لا لشيء غير حيت الضيور غيطيحوا عليهم وكيقولوا الله ما هذا منكر وشكرا والله ما كثير حسنات السكن. صراحه النموذج التنموي الجديد هو كوميديا ديال العصر الجديد في المغرب على جميع المستويات وفي جميع التنظيمات والاحزاب خصوصا التقدميه. اما الاحزاب الريجيه فانها بقيت على حال افكارها ولم تتزعزع مواقفها، ليس رغبه منها ولكنها ابدا لن تتقدم. المفهوم الجديد اصبح موضه عند الجميع، ونحن أشخاص متشبتين بالكراسي ديال الخشب نطالب بالديمقراطيه، ونحن نمارس البيروقراطيه ونمارس التضليل، فكيف نطالب باشياء لا نعرفها ولا نملكها؟ نطالب بالتنميه لا نملكها، لا نعرف منها الا التسميه. دابا السؤال باش ما نطولوش لان الاساتذه مازال امامهم الطريق، شروط التنميه في المغرب واش كاينه ولا ما كايناش؟ هل تتوفر شروط التنميه في المغرب؟ ولا كنت كتوفر شروط التنميه واش النخب السياسيه قادره على تنزيل هذا؟ وراه كان الدستور 2011 راه خير قياس، نخب سياسيه ضعيفه. دابا تتحجج بالمخزن وبالدوله وبالدوله العميقه وبالدوله الظاهره، نخب غير قادره باش انها تمثل الحاجات ديال الناس. دابا حنا صراحة المبادرة للتنمية البشرية راه أموال أديرات ولا لا 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 يقال حتى الأمر هذا منكر. غير بالأمس القريب فيديو ديال الأوديو كيمثل ممثلين ديال الشعب كيقسموا الغنيمة بالعلالي كيتقاسموا بالعلالي وكيتنتخبوا، هذا النهار كيتنتخبوا في مجلس اقليمي، كتقول لي تنميه بشريه؟ شكرا وشكرا لك كامل. شكرا استاذه امينه. تفاعلا مع الموضوع المشروع التنموي البديل المقاربه المتقاطعه، سوف احاول ان اتطرق لهذا الموضوع يعني من جانب اخر وهو المقاربة الترابية. صحيح يعني أن الأستاذ